شكرا. وانا فكرة الجامعة، وقتاش حبيت تخمم في تعملوا احداث الجامعة، وين وصلت المسار متاعها؟ بين احنا بالاساس نشكر سيادة رئيس الجمهورية التونسية على الفكر والتوجه نتاعو اللي هو البناء والتأسيس. دونك ملي سمعت انا يعني طريقة التفكير على المرحلة القادمة، عرفت اللي بإذن الله باش تكون يعني إن شاء الله تأسيس وبناء جامعة تونسية لرياضة الكيس التونسية. وقتاش انطلقتوا أنتم؟ معناتها كانت عندكم من قبل معناتها تفكير مع سلطة الإشراف باش تعملوا جامعة؟ إي احنا من وقتاش؟ ملي بدا يعني من وصلنا كيفاش نفهم لك؟ يعني ملي وصلنا باش نخدموا على تأسيس الرياضة هذه من الاول، يعني من عامين الاولانيين بدات تنتشر في تونس وانتشرت خارج ارض الوطن، وخذت حظها في مصر. عملنا جامعه مصريه، اتحاد مصري لرياضه الكايزن التونسيه تحت التاسيس في جمهوريه مصر، وعملنا لجنه فنيه وطنيه في دوله العراق. وايضا في المغرب معناتها موجوده ديجا في المغرب، لكن من بعد صارت اشكاليه صغيره ما بين المغرب والجزائر. دونك المغرب تعتبر توا يعني احنا نزرعوا في، انا كنقول لك عندي 54 دوله موجود فيها رياضه الكايزن موجودين، لكن دين ويو يعني فما دين ويو كبروا، فما دين ويو مازالوا ناقصين. كما توا نقولوا انا مركز معاهم، خاطر احنا ما نجمش نحل على الكل، مركز على الجزائر، مركز على ليبيا، ومركز على مصر، وتوا نخدم في تونس. موجودين نواه اخرين يعني في الدول الافريقيه وفي الدول الاوروبيه، لكن النواه هذوما يستحقوا يعني دعم مني انا باش نجم نكبرهم اكثر فاكثر. سيدتي مدام وفاء صغيري، انت مدربه وحكمه من صفاقس، هل كيفاش اكتشفت الرياضة هذه؟ شنو اللي غرمك فيها؟ والله اولا انا لعبه نتاع جيدو قبل، والجيدو ما يجزاش فيها يعني جزء كبير من رياضه الكايزن، اللي هو يتميزها انه تلعب كيما البوكس، لازمك تلعب اللوطه سول بروجيكسيون لوطانيه. فهمت اللعبه هذه؟ عجبتني ياسر، فيها برشا تقنيات حلوه، يعني اللاعب كي يلعب لك على التبي وعلى الرينج ولا حاجه نجم يتصرف سوا فوق سوا اللوطه، تبعا عنده يعني نقاط وعنده كذا ويتبعوهم احنا بالحكم. دونك دخلت من بوابه صفاقس، وانا الممثله غاديكا في صفاقس، دخلت من بوابه حي البحر. جمعيه رياضي حي البحر اللي رئيسها حافظ الجبالي. دونك دخلت معها حلينا فرع غاديكا وانطلقنا من مي. والممارسين معناتها صغار وكبار الاعمار الكل. الحمد لله لقات قبول، لقات بالعكس انا لقيت برشا عباد شجعتني، مدربين خاصه ثلاثه مدربين بداوا معايا كيما الكوتش مهران وكوتش انور من عقارب ومن صفاقس، كيف سي حافظ، هذوما بوكس فهمت داخلوا معانا وحبوها مع تربصات مع كذا مع تكوين مع كذا، وانطلقنا منها. وان شاء الله توا يمكن بنسبه 60% يمكن الكايزن في تونس في صفاقس سافا امريك ماشي ان شاء الله. سي محمد ثابت من صفاقس القابس، وانت عندك جمعيه ملاكمه، نلقاو فرع جديد للكايزن، كيفاش من الملاكمه هزيت للكايزن؟ مشكورين الساعه على الاستضافه هذه. اني انترونير وربيتر في رياضات اخرى كما كنت تحكي على الملاكمه الانجليزيه وكيك بوكسينغ زاد، وبطبيعتي رئيس جمعيه. والاسبور هذا هو منتوج تونسي، حبينا نشجعوه ونوقفوا معاه قد ما نقدروا ونحاولوا، والحمد لله لقى رواج سرتو في قابس غاديك، عندنا مشكله والحمد لله تمارس فيها اولاد صغار كبار رجال نسي، ما عندناش حتى اشكال. اليوم الايام المفتوحه معناتها عملتوا ايام مفتوحه، كيفاش عرفتوا بالصغار الاولياء؟ ما يمشيوش للبوكس يمشيو للكايزن، ما يمشيوش للجودو يمشيو للكايزن، كيفاش كنت التواصل مع الاولياء وخاصه العناصر الشابه؟ انا كما قلت لك انا رئيس جمعيه نخدم في دول ترو ديسبلين، كل صغير وين يلقى روحه وين يلقى راحته، ما عندناش حتى ما عداوة لأي رياضة أخرى، بالعكس احنا نشجع المنتج التونسي ومع أي سبور آخر طالما فيه في نطاق الروح الرياضية، ما عندناش حتى مشكلة بالعكس. سي حاتم، الانفتاح لداخل الجمهورية لقيتوا احنا برشا رياضات والقاعات، معناتها برشا رياضات ما لقاوش حظهم في عديد القاعات، ما بالك نزيدوا رياضة أخرى، كيفاش كان التوفيق والتعامل مع هذه الإشكالية؟ اولا رياضه الكايزن التونسيه هي تعتبر رمزيه وطنيه، كي نقولوا احنا تايكوندو نقولوا الرياضه الشعبيه الكوريه، كي نقولوا الكاراتيه نقولوا الرياضه الشعبيه اليابانيه. دونك الكايزن هي الرياضه الشعبيه التونسيه،
لقات الرواج نتاعها خاطر الشعب التونسي متعطش للبرودوي نتاعو، يعني حتى كي نقولوا للمنتوج نتاعو. ولهذا بالحق ما لقيناش تعب شويه في الستاف، يعني احنا كي باش نلوجوا على ممثلين ولا على فما عباد ماهيش فاهمه انه فما ولاء للوطن قبل ما يكون لاي رياضه. تنجم تحب التايكواندو، تحب الكاراتيه، تحب لكن تحب علم بلادك قبل الدنيا الكل. دونك رياضه الكايز التونسيه لاقي حظها مع عباد معينه امنوا ومؤمنين مؤمنين بالمنتوج التونسي وبروح الوطنيه. اصلا حتى التحيه نتاعنا ديجا تونس تعيش. دونك نطلب من الناس الكل باش ينجموا يخموا كيفنا ويحبوا الرياضات الكل، يمارسوا الرياضات الكل، لكن يا حبذا انهم يعني يعتمدوها هي اكثر دونك برودوي تونسي. مادام برودوي تونسي يمشيو للبرودوي التونسي الكايزن هذايا في سياق الصراع لاقي رواج كبير.